يعني لو تسمح لنا نبدأ بتصريحات وزير الدفاع الروسي ورأي حضرتك في أبرز هذه المستجدات وما أعلنه من خسائر القوات الأوكرانية منذ مطلع سبتمبر فقط. يعني اسمحي لي قبل الجواب بكلمتين عابرتين. فضل. اليوم هو ذكرى المولد النبوي الشريف، كل سنة وحضرتك طيب. وطبعا بعد تهنئة الشعب المصري، الأمة العربية، الأمة الإسلامية، نرجو أن نأخذ العظة والعبرة من حياة ورسالة خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة تانية، اليوم هو 28 سبتمبر، ذكرى الثالثة والخمسين لرحيل الثالثة والخمسون لرحيل جمال عبد الناصر. وبالطبع لا يتسع المجال للتعريف أو ذكر أي نبذة عن جمال عبد الناصر، يكفي فقط أن نتذكر أنه مصر تعيش ببركة الله وفي حمى سد عبد الناصر العالي. بالنسبة للموضوع الروسي في أوكرانيا، أنا أعتقد أنه إشارات وزير الدفاع الروسي ظاهرة كما قلت، وهي اتصال لأرقام أخرى أعلنها وزير الدفاع نفسه عن حصيلة الشهور التي مضت. في عندنا 4 شهور مضت على بدء الهجوم، في 4 يونيو 2013، في الأربع شهور أعتقد أنه بحسب الإحصاء الروسي إحنا بصدد ما يفوق 80,000 من قتلى القوات الأوكرانية، وبصدد آلاف من المعدات والدبابات والمركبات وغيرها، وبصدد آلاف مؤلفة من طائرات أوكرانيا المسيرة. هل كانت كل طلعات طائرات أوكرانيا المسيرة في شنك بالمعنى البلدي؟ لا، يعني في هجمات، خاصة الهجمات التي زوجت بين الطائرات المسيرة وبين صواريخ كروز ستورم شادو اللي هي النسخة الإنجليزية أو النسخة الفرنسية منها سكالب، أثرت أو كانت موجعة إلى حد ما، خاصة في القرم، وخاصة في الضربة يوم الجمعة الماضية في سيفاستوبول وعلى المقر التاريخي لقيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود طبعا. لكن حتى هذه الضربة رغم إيجاحها، الحقيقة كشفت بذاتها عن شيئين، شيء يركز عليه الروس ويبدو أنهم على حق فيه، أن الجانب الآخر يسعى لضربات خارج نطاق جبهات القتال يحرف بها الأبصار ويكسب منها دعائيا وإلى آخره. حتى في هذه الضربة رغم أنها تخطت المعنى الدعائي وتضمنت مشاركة فعلية مباشرة من الأمريكيين والبريطانيين في البحر الأسود، طائرات المسيرة، طائرات الاستطلاع وغيرها، إنما تضمنت كذبة هائلة جدا كشفت المعنى الدعائي، هي دعوة أوكرانيا التي صدقها الغرب ونشرها الغرب بحماس شديد جدا، أنه جرى قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود اللي هو فيكتور سوكولوف. المفاجأة طبعا أنه أعلنوا ذلك يوم الاثنين، في صباح اليوم التالي ظهر الأدميرال سوكولوف في اجتماع بالفيديو مع وزير الدفاع سيرجي شويبو في نفس الجلسة التي أعلن فيها هذه الأرقام. اثنين، ظهر بنفسه في حديث صوت وصورة، فهنا ظهر بعد ما أعلنت وفاته، ظهر بعد الفيديو، بعد الفيديو ظهر بعد ما أعلن، بعد ما أعلنت أوكرانيا بحماس شديد أنه قتل مع 36 ضابطا آخر. وثم الوكالات الأنباء الغربية وكل الميديا وكذا نقلت هذا الكلام، ثم بعد كده ظهر في اجتماع بالفيديو برضو البي بي سي وغيرها، قال لك غير معلوم توقيت هذا الفيديو، فظهر الرجل بنفسه وكده. المعنى ايه؟ هل انه مقتل قائد الاسطول في البحر الاسود كان يعني شيئا عظيما؟ طبعا يعني ضربه موجعه. هل يعني اهلاكا لروسيا؟ لا، يعني ممكن على جبهات القتال يسقط جنرالات وهذا لصالح الجنرالات وليس العكس، لكن الافتراء والكذب في تقديري بالنسبه للجانب الغربي عموما، أو تقديم معلومات مفبركة إلى الرأي العام، يعني غير تقديم معلومات مفبركة، يعني الفكرة الأساسية هي تعويض نفسي عن ما يجري في ميادين القتال الحقيقي، تعويض نفسي بترديد أكاذيب وخرافات.